الوغ اليوم ساكنة السحيمية تترقب في صمت سي عبد الطيف. اليوم واش الرئيس فقد الأغلبية ديالو؟ أنا ما كنقولش الرئيس فقد الأغلبية ديالو، ولكن إنه هو النواب هادو اليوم هما نواب الرئيس، هما هما الناس اللي كانوا كيكونوا المجلس ديالك. اليوم كنشوفوا الأغلبية اللي كانت عندك هي المعارضة الحقيقية داخل المجلس. الإشكال اللي كان أكبر من هذا سيون هو كاينين الناس اللي هما متابعين لحزب استقلال معانا في حزب، يعني احنا حزب واحد، واليوم هما كيرفضوا هذه النقاط. علاش؟ لانه كاين اشكالات عالقه ما يمكنش لينا نكشفوا عليها دابا، حتى من بعد غادي تبان هي واضحه. فهمتي؟ كاين شي اشكالات. واش نقول لك؟ سي عبد الطيف كثير القيل والقال. الساكنه السحيميه تترقب بصمت. كنقول لك اليوم كنسمعوا الطوبيس، كنقولوا بك الناس كيقولوا بان الرئيس اللي ما باغيش الطوبيس يجي يجمع السحيم. اليوم حنا هنا دورنا كرجال الصحافه والاعلام اننا نصحوا الى كاينين شي مغالطات، نصحوا الساكنه ديال جمع السحيم. فاليوم راه كنشوفوا الاغلبيه ديالك اصبحت معارضه، فهذاك الموقف الحزبي هو موقفكم نتوما كحزب. فاليوم الساكنه الهم الشاغل والشاغل الوحيد اللي عندها هو عجله تنميه السيد الرئيس، اللي نتوما كانت الوعود الانتخابيه ديالكم اكيد وعود كبيره لهذه الساكنه هذه، باش انت اليوم رئيس المجلس وتثق فيك الساكنه السحيميه. فاليوم جوج الدورات على التوالي ما كانتش عندك الاغلبيه، اليوم شفنا كاين اغلبيه ولكن جميع النقاط قوبلت بالرفض. من طرف من؟ من طرف نواب الرئيس والناس اللي كانوا كيشكلوا الاغلبيه ديال السيد الرئيس. اشنو نقولوا الساكنه ديال جمع السحيم بخصوص هذا الملف؟ انا بدوري رئيس المجلس انا كنتمم الكلام اللي كان اللي جا على اللسان ديالك ديال انه الساكنه ديال جمعة السحيم بغات كتهضر على النقل الحضاري. انا ما عنديش اعتراض، وانا انا جد مسرور لو تلبى هذا الطلب الساكنه، لانه فيما يخص هذا انا ذكرته للاخوان ونورت المجلس الموقر والحضور الكرام والساده رجال الصحافه. كنقولوا بالنسبه لمشكل تعثر مرفق النقل الحضاري في مدينه جمعة السحيم، المجلس موقر والراي العام في هذا الموضوع قد اتخذ فيه مقرر وصدق عليه من طرف المجلس خلال دوره مارس العاديه لسنه 2019 المنعقده انذاك بتاريخ 6 ماي 2019. يعني المجلس دوز النقطة ومصادق عليها بالموافقة باش النقل الحضري يدخل مدينة جمعة السحيم. أنا لحد الساعة أنا ما عنديش اعتراض، وأنا جد فارح وجد مسرور لو يجي هذا المرفق. هذا السؤال الجوهري، السؤال الجوهري باش ترجعوا لي السيد الرئيس. نعم. واش اليوم السيد رئيس بلدية جمعة السحيم فقد الأغلبية ديالك؟ أنا ما كنقولش فقد الأغلبية ديالو، ولكن إلا كان شي انشقاقات اللي هي حسابات سياسية أو وسميتو عليه ما نقدرش نقول لك، لأنه لأنه الناس كدير سياسة وهذا الشيء جاري بالعمل في جميع المجالس. أنا اليوم ما كنقولش ودي فقد سياسة، لأنه أنا واحد الظاهرة ماشي في أسفل في المغرب كامل، أعضاء ديال المكتب هما اللي ولاو تيديروا المعارضة. أعضاء المكتب ومن نفس الحزب ومن نفس الحزب أعضاء اللي طلع لنا نسمي لنا بالخير الحزب. أنا كنقول لك كاين أسباب، أنا كنقول لك السي عبد الرزاق كاين أسباب ولكن ما يمكنش لينا نكشفوا عليها. ما تعلقوش بالمسائل الحزبيه بالطريقه غير اللي كيحس. انت غادي تكشف لنا على السيد الرئيس. اليوم حنا حقنا كرجال الصحافه والاعلام انه نورو الساكنه، لانه حنا عندنا واحد التقليد اللي هو كبير، والساكنه ديال جمع السحيم كتثق فينا وكيثيقوا فيك اكيد مادام انت اليوم رئيس. والناس بغاوك تشكو الرئيس في ظل ما عاشت وجمع السحيم وما عشنا مع مجالس السابقه. يعني اليوم انت راه جيتي بواحد الاراده ديال الساكنه وباراده ايضا ديال المستشارين والاعضاء اللي كانوا هما اغلبيه ديالك. فبغينا جواب شافي كافي انه واش اليوم انت تحاول انك تجمع الشمل؟ يعني احنا ما يهمنا ايضا هو جمع الشمل وبان المصلحه العامه توحد، لان انتظارات الساكنه في قوه هذا المجلس هو انكم تكونوا كتله واحده ويد واحده. سيونس هذا المجلس ديال جمع السحيم ما عمره ما كانت فيه هذه المشاكل لاول مره، حيت علاش؟ ما يمكنش لينا نجزموا ونحكموا نقولوا احنا راه هذا المجلس جاي من الاول مرتجل، ولكن المجلس راه كان غادي مزيان. دخلت بعض الجهات ولا شي حاجه اللي كانت تكون الاسباب اللي كانت هي ما نقدرش نقولوا الاسباب، لانه الرئيس ما عندناش
بعض الناس كيقولوا، ولكن غير اللي بغيت نوصل هذا رجال الصحافه والراي العام انه جماعه حي الحمد لله دابا ما وقفاش، عندها مشاريع تبرمجات وعندها صفقات، يعني راه هي في طور الانجاز. يعني جماعه حي الحمد لله راه ما وقفاش دابا، يعني ما كاينش الاشكال ديال انه هو كاين بلوك. وهو الرفض بدا السيد الرئيس من هاد الدورات، يعني من خلال هاد الدورات بدا الرفض، يعني جميع الدورات ممكن انها تكون مستقبلا، يعني النقاط اللي كتهم المصلحه ديال الساكنه ما نقدروش نحكموا، تبقى كتعرق لها الطريقه، ما نقدروش نحكموا بالحكم المسبق. بعض الناس او الشارع العام كيقولوا بان هاد الصراع هذا السبب ديالو هو عدم صرف الميزانيه لمجموعه جماعه عبد النظافه. نفس النقيله اللي كان السنه اللي قبل كان في نفس في هاد السنه في نفس التوقيت، التوقيت اللي كتصرف فيه الميزانيه ديال مجموعه جماعه عبد النظافه، وسمعنا بان كاين شي امتناع لانكم ما بغيتوش هاد السنه تصرفوا لها الميزانيه. شنو هو السبب اللي ما خلاكمش تصرفوا الميزانيه ديال مجموعه عبد النظافه؟ ماشي كنمتنعوا باش ما نصرفوش المساهمه ديال مجموعه عبد، مجموعه عبد احنا عندنا معها اتفاقيه ومن الواجب علينا باش نصرفوا لها المنحه ديالها، ولكن الطلب ديال المجلس وانا كرئيس كنطلب الخدمات مقابل المنحه. انا ما يمكنش يرفض، يعني اليوم السيد الرئيس انت كتقول لنا بانه انت ما غتخلصش مجموعه عبده، خاص ما ديرش خدمتها جماعه الحي. انا ما كنقولش ما خلصش، انا كنقول لك مجموعه عبده عندها معها اتفاقيه وما يمكنش انا نرفضوا وما ندوزوش ديال المساهمه ديالها، ولكن عليها واجبات. غير من طبيعه الحال كاينه واجبات راه خاصها الدار. يعني انت اليوم كرئيس كتشوف ان المستوى ديال النظافه في جماعه الحي يدعي التدخل. هذا الشيء ممكن تسمعوا من الساكنه، ممكن تشوفوا بام عينك في الشارع العام. ما يمكنش تكون انا يعني غنعطيك واحد الشهاده، يعني راه جماعه الحي كيعرف الخاص والعام، وراه ربما تساريتي فيها كاع ولا شي حاجه.